كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ البيتكوين ارتفع ليكسر أكبر ترند هابط عم نتداول فيه من وقت سقوطنا من 68,000. هل هو كسر كاذب وشو هي المستويات يلي لازم نركز عليها بالإضافة لتحليل عملة جالا؟ قبل ما نبدأ الفيديو أصدقاء، حابب بس أعطيكم نظرة على الصفقات يلي دخلناها اليوم بالمجموعة المدفوعة. دخلنا عملة الماتيك بسعر الدولارين و4 سنت بهالمنطقة، وحاليا احنا على ربح وصلت العملة للدولارين و19 سنت. دخلنا عملة الـ LRC، دخلناها بمناطق الدولار و14 سنت، وحاليا اللي احنا على ربح، حاليا سعرها الدولار و22 سنت. هاي الصفقات يلي دخلناهم اليوم مضاربة بالمجموعة المدفوعة، مجموعة حيتان استثمر عقلك. إذا حابب تنضم تقدر تراسلني على التليجرام حتى تعرف التفاصيل. خلينا ننتقل للفيديو. من شهر نوفمبر ولحنا عم نشهد موجة هابطة في البيتكوين، ضغط بيع كبير على البيتكوين. اليوم حتى شفنا حركة كانت جيدة في البيتكوين. حاليا سعر البيتكوين 43,000. من المهم جدا نراقب الساعات القادمة لأنه عن جد ساعات جدا مهمة. خلينا نشوف التحذير يلي قلت لهم يا الشباب على التليجرام، أنه في حركة قوية على البيتكوين يوم أمس. هاي الصورة كانت لقطة من على شاشة اللابتوب، قلت لهم للشباب انه في حركة كبيرة راح تصير على البيتكوين واتمنى انه تكون للأعلى. قلت لهم انه الاسواق العالمية وصلت لنقطة جدا مهمة وممكن ترتد من هالنقطة وراح تأثر بشكل ايجابي على البيتكوين. بتمنى منك تشترك بقناة التليجرام حتى يوصلك تنبيهات اول باول. لازم نراقب الساعات القادمة للبيتكوين لحتى نشوف هالكسر هذا كسر حقيقي ولا كسر مزيف. اذا بنرجع للأيام السابقة لما البيتكوين نزل عنا من 52,000 ولامس مستويات 40,000، شفنا ارتداد قوية بعد كسر هالترند وتأكيده بشمعة تانية. من المهم جدا نراقب شمعة يوم غد ونراقب شمعة اليوم كيف رح تقفل، والأهم عنا نراقب الإقفال الأسبوعي. إذا البيتكوين عاد اختبار الترند مرة تانية وقدر يكسره، بالتالي كان كسر مزيف ولحنا متوجهين لمناطق 40,000 و39 مرة تانية. خلينا نروح على فريمات أصغر لحتى نشوف الوضع بشكل أدق. على فريم الساعة تشكل عندي هالنموذج، كسر هالنموذج كان عندي الهدف هو 43,500 لل 44، بالفعل وصلنا لمستويات 43,500. مهم جدا نراقب المستوى القادم يلي هو 44,000. إذا بلاحظ هالفوليوم اللي صار عندي في هالمنطقة هاي، صار لنا زمان ما شفنا هيك فوليوم، وأي تأخر بالساعات القادمة بضرب منطقة ال 44,000 يعتبر مؤشر سلبي وبداية هبوط البيتكوين مرة أخرى. الأسواق العالمية عم نترقب ارتداد إلى من هالمنطقة، بالتأكيد الارتداد رح تأثر على البيتكوين بشكل إيجابي. إذن البيتكوين مهم جدا نراقب الساعات القادمة، ساعات حاسمة، هل رح نقدر نثبت فوق الترند ولا رح نرجع نعمل قاع جديد قبل ما يصير الانطلاقة. أنا بعتبر أي إقفال تحت 42,500 ويعتبر كسر كاذب لهالترند هذا ومواصلة الهبوط، لأنه احنا عنا ترند هابط وقوي جدا حاولنا نكسره أكثر من مرة ما قدرنا. فبالتالي أي محاولة للكسر لازم نكون احنا منتبهين لكل خطوة. أي شراء في هالمنطقة هاي من غير تأكيد كسر الترند هي حاليا مخاطرة. بالنسبة لعملة جال أصدقاء، إذا بتروح على آخر فيديو عملته أنا عن تحليل عملات الميتافيرس رسمت نفس هالرسمة، حتى ما زالت محفوظة على الشارت. قلت أي نزول لهون لهالمنطقة هاي وأي صعود هو الاستهداف مناطق العشرين سنت. أي دخول آمن ممكن يكون عندي هو بمناطق العشرين سنت، للاثنين وعشرين سنت هو دخول مناسب جدا، لأنه عندي أكبر شمعة فوليوم عندي بمنطقة العشرين سنت. إذا بلاحظ شمعة الفوليوم هاي وشمعة الفوليوم هاي كانت بمناطق العشرين سنت، بالتالي الحيتان رح يدافعوا عن هالمنطقة هاي ورح تكون ارتداد كبير من هالمنطقة. منطقة العشرين سنت للاثنين وعشرين سنت هي مفتاح صعود عملة جال، غير هيك رح تبقى محكومة بوضع السوق، محكومة بوضع البيتكوين. وأي صعود من هالمنطقة هاي ما كسر لي الترند الهابط، فعليا أنا نازل للعشرين سنت. أي صعود من هون من غير فوليوم فعليا أنا نازل للعشرين سنت. مهم جدا ركز هالمناطق. إذا بدك تعزز خلي مناطق تعزيزك مناطق معينة، ما تعزز غير عند هالمناطق، ما تعزز بالثلاثين سنت ولا بالخمسة وثلاثين إذا كان دخولك أعلى من هيك، فقط عزز بالعشرين سنت إذا نزل السعر للعشرين سنت. هيك وصلنا نهاية الفيديو أصدقاء، أتمنى ينال إعجابكم، إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.